لازم نقول حاجة مهمة جدا للناس عشان الناس تبقى عارفة ان جيل 86 هو جيل من افضل اللعيبة الاجيال الكواليتي من حيث الكواليتي اللي جه في ما سبق يعني في 10-12 سنة اللي قبل كده. ولكن احنا ظلمنا بحاجات كتيرة جدا. اولا الاعداد، انت قلت كلمة مهمة جدا، ما قبل البطولة. ما قبل البطولة ده الحقيقة كان اعداد سيء جدا جدا، وكان لا يليق ابدا باسم وتاريخ وعراقة مصر، حتى والنجوم اللي كانت موجودة. بتتكلم في كابتن ثابت البطل رحمه الله عليه، اكرامي مع حفظ الالقاب طبعا، بتتكلم في محمد عمر في الوقت ده، حمادة صدقي، عندك ربيع ياسين، عندك مجد عبد الغني، طاهر ابو زيد، الخطيب مصطفى عبده، جمال عبد الحميد، شوقي غريب، العبد لله، علاء ميهوب. لا جيل كبير يعني. فاحنا ظلمنا الحقيقه ظلم بين يعني في قصه الاعداد. الاعداد كان سيء جدا، ودي الفتره مش دي بس، كمان ما قبل تصفيات كاس العالم، كمان كاس العالم 86 اللي كان مقيمه في مكسيك، انت كنت قاب قوسين وادنى انك انت توصل بدل المغرب، لكن للاسف الشديد برضو الاعداد كان سيء جدا. فتخيل انت مثلا بطوله 86 يعني اعداد كان ضعيف جدا، كان في مصر ماتشات ما كانتش على المستوى اللي هو يليق بقيمه البطوله نفسها. ولكن ده اتعوض بايه يا ابو حميد؟ اتعوض بالكواليتي والمجموعه اللي كانت موجوده، بالرغم انك انت لعبت منتخبات حدث ولا حرج. يعني الناس كلها فاكره لغايه دلوقتي، الناس اللي هم حتى ما عاشوش الفتره دي، بتتكلم منتخب مغرب بالزاكي، البياز، الظلمي، تيمومي، كريمو، درباله، اسماء كبيره جدا، الكاميرون، نكونو، سونجو، نجوم كبيره جدا جدا، روجي ميلا. انت كنت بتلعب لعيبه محترفه، احنا ما كانش عندنا ولا لعيب محترف. فانك انت تحقق انجاز البطوله ده في حد ذاته يحسب لمساندة الدوله والمسؤولين في الدوله وقت الوقت ده لهذا المنتخب، وجماهير مصر اللي كانت بتحضر واللي كانت بره واللي كانت في شاشات التلفزيون. كانت الاستاد القاهره ده 120 وفي 120 بره، 120,000 و 120,000 بره، كلام بجد يعني. انا فاكر يوم ماتش المغرب ده، المسافة ما بين مسجد الرشدان والباب الرئيسي لاستاد القاهرة حوالي 200 متر او 300 متر. احنا خدنا في 300 متر دول حوالي ساعة، ساعة وربع. خلي بالك يعني احنا كان عندنا مباراة الافتتاحية كانت سيئة جدا، نخسرنا السنغال. فالناس كلها يعني تشائمت بشكل كبير، وكانت صدفة مش حلوة او مباراة مش حلوة بالنسبة لجمهور مصر. ان انت في بداية المباراة افتتاحية تخسر من السنغال، وداخل على كوت ديفوار ثم موزمبيق، دي المجموعه اللي كانت موجوده، فكان اللي بده انك تكسب الماتشين اللي بعد كده وتتاهل يعني عشان تتاهل للدور اللي بعد كده. لكن زي ما قلت لك اللعيبه بعد المباراه مباشره اجتمعنا في الفندق الاقامه اللي كنا قاعدين فيه في مصر الجديده، وخلاص يعني كان معانا الدكتور احمد جمال الدين رحمه الله عليه، كان رئيس مجلس اداره الشباب وقتها، والحقيقه جانا الفندق وقعد معانا، وما يهمكمش لسه في ماتشين وان شاء الله باذن الله نتاهل، المهم ان احنا نشد حيلنا. كانت بدايه سيئه جدا، وبدايه صعبه علينا احنا كمان كلاعيبه يعني. مباراه المغرب كانت اقوى مباراه في البطوله دي، كان نهائي مبكر، لان المغرب زي ما قلت لك مدجج بمجموعه كبيره جدا من اللعيبه المحترفين المميزين جدا على مستوى عالي، ذكرتهم انا قبل كده. المباراه دي كانت تحضيرها مختلف حقيقه، لان قراءه التيم كان من قبل الجهاز الفني كانت جيده جدا، وحتى التشكيل اللي انت لعبت بيه المباراه كان فيه تغيير عن المباراه السابقه في بعض المراكز. فانت اشرف قاسم ما كانش بادئ الماتشات الاولى، بدا ماتش المغرب مع علاء ميهوب مع مجدي عبد الغني، فهو كان نص ملعب مزيج ما بين 8 و6. دلوقتي انت بتسمع 8 و6 وحاجات كده، لا كان اشرف يعتبر رقم 6، مجدي عبد الغني يعتبر رقم 8، كان شوقي غريب موجود. فانت بتتكلم في نص ملعب عنده القدره ان هو يهاجم ويدافع في نفس الوقت، فمجدي ما تعرفش مين 8 ومين 6 فيهم. المنتخب لعبته كانت فعلا على مستوى المسؤوليه بشكل كبير جدا. المغرب تقيل، لما تقعد انت تقفل على نفسك الاوضه انت ولاعيبتك ككابتن تيم سواء ثابت البطل رحمه الله عليه او الخطيب او مصطفى عبده، وتقعد مع لعيبتك اكتر من مره قبل المباراه،
ده بيدي نوع من التركيز الاكتر للعيب. وده كان دور لعيبه كبيره جدا على فكره. حضور اللعيبه كان قوي جدا في البطوله دي. يعني انت احساسك بمسؤوليه الملقاه عليك كان بيخليك مركز اكتر ومنتبه اكتر. بعد ولاية المغرب احنا راجعين بالاتوبيس لقينا 120,000 اللي كانوا في الاستاد قدهم في قدام الفندق. الفندق بينه ومصر الجديدة، في مصر الجديدة بينه وبين الاستاد حوالي ربع ساعة بكتير يعني. طبعا فرحة طاغية لجماهير مصر، وحاجة يعني كانت استقبال غير طبيعي اسطوري. بقول لك حوالي 100,000 حوالين الفندق، ما بهزرش بجد. المهم استقبلونا وبتاع وشالوا بعض اللعيبه وبتاع ودخلنا الفندق، خلصنا الليله فرحنا فاهمني ونمنا. صحينا تاني يوم الصبح لقينا عربياتنا كلها مكسره. اه والله اتاري البنات والصبيان والشباب والشابات طلعوا فوق العربيات بتاعتنا، وعربيات كتيره جدا. انا عربيتي باظت من ضمن العربيات اللي باظت. ثابت البطل رحمه الله كان عنده عربيه، السقف العربيه وقع، الوحيد اللي كان ناصح فينا وخلى عربيته ورا الفندق، ما اعرفش هو بقى قصدها ولا جت معاه كده يعني. كان الخطيب عربيه وحيده ما اتلمستش، احنا عربيتنا كلها باظت. لدرجه ان انا بعد البطوله ما خلصت طبعا وكده وبتاع، فاخدت العربيه ورحت للراجل عشان اصلحها. قال لي لازم الكابوت يتغير. ليه يا عم؟ الكعوب الرجلين بتوعه البنات فاهم عامله زي نقر 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 في الكبوت. فالعربيه حوالي مثلا 12 عربيه من اللعيبه باظت في اليوم ده، بس كنا سعداء يعني. عربيه باظت بس يعني كسبان المغرب وهتوصل بقى نهائي تلعب نهائي. لو ما خفتش ما تلعبش كويس في اعتقادي. هو مش خوف بمعنى الخوف وركبه بتخبط، لا، هو بتعمل حساب للتيم اللي قدامك، بتحترمه زاد عن اللزوم، لانك بتتكلم في تيم المغرب كان عام مدجج زي ما قلت لك بنجوم كبيره جدا جدا. لكن مش خوف بقدر بمعنى كلمه خوف، هو احترام وتقدير للمنتخب قدامك. عشان كده انت تركيزك كان عالي جدا جدا، وكان مباراه قويه جدا جدا، وقدرنا الحمد لله نكسب الماتش. هو الاعداد للكاميرون يشابه الاعداد للمغرب، لان الاثنين تقال، الفرقتين جامدين والفرقتين فيهم نجوم كبيره جدا. اتفرجنا على الكاميرون كتير جدا، بعض الماتشات اللي لعبوها في الدوره البطوله يعني، تعرفت زي ما قلت لك مجموعه اسكندريه، وقدرنا نحط ايدينا او هو يقدر يحط ايده على بعض النقط القوه والضعف في منتخب الكاميرون. هو ما كانش فيه ضعف، مش تبقى عارف، كله ما شاء الله المنتخب كله كان جامد جدا. المباراه كانت صعبه جدا، فيها اكسترا تايم وانتهت ضربات جزاء. التعادل كان ما اقدرش اقول لك يعني عادل، ولكن احنا كنا افضل في بعض الاحيان، لان الماتش كان برضو، ولكن هم كان عندهم مفيده، ده لعيب كويس قوي اشول، كان عندهم طبعا روجي ميلا، عندهم لعيبه كتير جدا، نكون وسونجو اثنين حراس اوروبا يعني. فلا المباراه كانت صعبه جدا، التحضير ليها كان بتركيز كبير من الجهاز الفني، وقدرنا الحمد لله ان انت توصل ضربات الجزاء مع منتخب قوي زي الكاميرون وتكسب الكاميرون ضربات جزاء. القصه بقى ايه؟ قصه ضربات الجزاء دي كان ليها قصه معانا بالذات لذيذه قوي. بعد انا نزلت في الوقت بدل الضيع بدل الخطيب. الخطيب كان حظه سيء جدا في البطوله دي، ضيع اجوان كتير جدا، انفرادات ما تضيعش من الخطيب يعني. ولكن في الماتش ده انا نزلت مكانه في الاكسترا تايم. فالمهم بعد ما خلص الماتش 0-0، مين يا جماعه ايه؟ جمعونا بيكتب الاسماء بتاعه ضربات الجزاء. فلقيت مستر مايكل سميث بص لي كده، مستر طارق يو ار فيرست. قلت له اوكي. انا ما اعرفش قلت اوكي ازاي. يو ار فيرست ايه يا عم؟ هو شو اول ضربه جزاء يعني؟ وبعدين انا ازاي طلعت من، انت فاهم انت اللي هو ايه، ما انتش حاسس بالجمهور اللي موجود والزيطه والدوشه دي، ما انتش حاسس. اعرف اوكي اللي هو رد يعني، ما تفهمش، انا فهمت بقى الكلمه ما فهمتهاش، انا قلت له اوكي وخلاص فاهمني. وكانت اول ضربه جزاء الحقيقه كانت اصعبهم، لان انت داخل على نكونه ده انا شفت الجون قد كده، المرمى اللي هو 10 يارد ده شفته قد كده في ضربات الجزاء ما قبل المباراه انا كنت من افضل الناس اللي بشوط ضربات جزاء الحمد لله في التدريبات يعني. فالراجل زي ما تقول
اختارني انا دون عن الناس كلها اللعيبه الواقفه ان انا نمره واحد. فلا كانت ضغوط شديده جدا جدا جدا. مش عايز اقول لك انا دخلت ضربه الجزاء دي والله العظيم يا احمد انا كان عندي ثقه في الله غير طبيعيه انها ان انا هجيبها. وذاك لما الراجل قال لي ما تفهمش الشجاعه جات لي لبست توب الشجاعه، عارف الفيست ده انا لابسه ده فيست ايه بتاع اللي هو ايه فجر نفسك يا جدع. في ضربات الجزاء حصل موقف طريف جدا بعد انا ما شوت ضربه الجزاء بتاعت مصطفى عبده اللي اتشاطت قبل مجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني دخل جابها جول اوكي، فراح سلم على نكونه، مصطفى عبده دخل بعد مجدي عبد الغني ضيعها، خلاص بقى الماتش خلص وكسبنا البطوله ورحنا الفندق لازم نحتفل ولازم نروح نحتفل والتلفزيون جه صور و والكلام ده كله. فاللي حصل ان ثابت البطل رحمه الله عليه قال له مصطفى خلي بالك مجدي عبد الغني راح سلم على نكونه بعد ضربه وقال له خلي بالك مصطفى عبده حطها على يمينك. فزي ما تقول ايه يعني من الحاجات القليله قوي النوادر ان ثابت البطل يعني ينكت او يهزر يعني انه كان راجل جدي جدا يا رحمه الله عليه. فيومها مصطفى عبده قام بقى عايز يضرب مين مصطفى مجدي عبد الغني انت قلت حيزن بيهزر مع بعض حاجات بقى ايه كده خرجنا من التنشئه كنا مشدودين طول البطوله شده غير طبيعيه.